نطلع برا بالليل يظل يطالج وانا اخاف من عند ابو مبشي ما نطلع برا. قرية السلام في ناحية العظيم تنشد السلام بعد أن روعها المجهول وما يقال أنهم من العوالم الأخرى غير المرئية. حالة هلع وخوف تام في هذه القرية التي تبعد عن بعقوبة 50 كيلومترا. أم محمد روت للتغيير جزءا مما عاشته من أجواء الرعب حتى إعداد التقرير. أول ما إجى علينا نايمين احنا ابن هناك سرق علي الباب، دحجت من جوا الباب بشكل هيئة عبام المرة. اي ثاني يوم قام يقطط حجار عينا وعلى بيتنا. ثالث يوم هنا جاي اشد بالصوندة وحسيت شلون هوا شاني. من شاني بالحديقة مالتنا ورفعني مسافة. من قاموا يكبر زوج هاي قام يشقق بوجه هاي يطلع دم. ما شفنا غير بس روجة مال مي. بنتنا هي قاعدة تسوي بالصوندة ها؟ وجاك هوا حار من هذا الهيكل وجا وشالها زمعها وشالها ها وعاطت من عاطت طلعنا تراكضون جا زوجها تشلبوا برجليها فزعت العرب ويانا وقام نكبر الله أكبر إلا ما الله أكبر ومشوار يجي يعني بالعشر دقائق هو وياهم مكاون هيك عليها البنية شالها نص متر متر عن القاع شلون تعلج لك شي تعلاقة يجي هالشكل عن القاع. قصص مخيفة ومشاهد مروعة جعلت أهالي قرية السلام يرسلون النساء والأطفال خارجها خاصة مع حلول الليل بسبب ما يحصل لهم من مواقف أجبرتهم على ترك القرية ليلا حفاظا على سلامة عوائلهم. صار قرية السلام مقلوقة صار لها تقريبا 5-6 أيام قلق الجهال ذعر عندهم يخافون أكو بعض العوائل حتى ما تبات بيتها يعني. والله احنا هنا بقرية السلام فيقع حجار يقع بلوك يطفر على هذا البيت فهذول اهل البيت شالوا وردوا النوب جو همي راحوا هم ماكو احد فاحنا بيتنا ما بي احد حتى ابني قام يبكي وما يقدر حتى يقف على القاع هسه عائلتي كلها النوب يم عمامهم ويم خوالهم والوضعيه مو تمام. صدق أو لا تصدق قصص يرويها الأهالي وصلت لوجود آثار على أجسامهم زرعت الرعب والخوف بين الأهالي والفاعل لا يزال مجهولا ولا يميز بين ضحايا سواء من الأطفال أو النساء بل وحتى الرجال.